انه قال الان عندنا توليفه فريق جيده. الشارع الرياضي والاعلاميين الرياضيين كانوا يطالبون في السابق بانه لم نجد المدرب اللي يوظف اللاعبين ووضع كل لاعب في مكانه المناسب. اليوم على الاقل نشوف فريقنا نرى مقتنعين بانه الافضل داخل الميدان. وما في الشك في انه عندنا احتراف اعوج او اعرج كما يسميه البعض. لانه لاعبتنا الان لا يحبون التدريب. عفوا دكتور، احتراف كانظمه ولوائح ولا كتطبيق؟ لا كتطبيق، لانه نتحدى يعني لاعبين يتحملون تدريبات صباحيه ومسائيه. صعب. لانهم اولا لا ينمو النوم صحيح، التغذيه ليست مناسبه، اللاعبين يسهرون، في بعض اللاعبين يجون مواصلين للملعب وهذا ثبت من بعض المدربين وهذه مشكله. المفروض اللاعب ينوم بكر، يتغذى غذاء جيد، غذاء تحت اشراف طبي متميز. هناك اهتمام كبير جدا من اللاعب نفسه ان يكون ايضا متحمل، لانه الان بعض المدربين وهذا موجود صراحه، لو تسال الان اي اداري القريب من الاداريين، يسال الان اي اداري تقول له مثلا ليش المدرب ما يعمل تمارين صباحيه ومسائيه؟ يقول لاعبي ما يتحملون، انا خاف اعطيهم احمال زائده تدريب ثم ما يعطون عطاء جيد. نتمنى ان يكون على الاقل فتره واحده وتكفي في ظل فكر اللاعب السعودي. لكن على كل حال اكيد هذا في المنطقه العربيه كلها والمنطقه الخليجيه هذه مشكله قائمه، لكن لاعبنا اليوم ان نامل منهم امل كبيره، مطمئنين لهذه التوليفه الجميله من المنتخب. ما نود ان شاء الله ان نراه فقط انه العطاء الجاد والحماس. نريد اخلاص داخل الملعب، نريد ان يعود المنتخب السابق كما شاهدنا في هذه التصفيات. نرى بان منتخبنا اليوم افضل من السابق بكثير، عطاء جيد داخل الملعب، وكنا الاقرب في